الظهيرة من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوينها. هذا البيان هو امتحان لكل الجهات. اتفاق روسي إيراني تركي بشأن حدود منطقة عدم التصعيد في إدلب السورية، والدول الضامنة لعملية السنة تعتزم نشر قواتها في مناطق خفض التصعيد. برلمان كردستان العراق يصوت اليوم على استفتاء استقلال الإقليم مع اتساع رقعة الرفض الداخلي والدولي له. الناطق باسم أنصار الله ردا على قرقاش: عدوانكم لن يمر من دون رد، وأنتم أكثر هشاشة من مدنكم الزجاجية. استعداد قطر للجلوس على الطاولة لحل هذه القضية. أمير قطر يؤكد من برلين الاستعداد للتفاوض حول الأزمة الخليجية والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. إصابات بانفجار عبوة ناسفة في مترو أنفاق في لندن، واعتقال مسلح بسكين هاجم جنديا في باريس وسط تشديد للإجراءات الأمنية. وفي نافذة مدينة صناعة الخزف والزجاج إبداع بهوية محلية يتوج الخليل مدينة حرفية عالمية. إلى أستانا، ومن هناك يتحدث رئيس الوفد الروسي إلى هناك مباشرة. أحب أن أجدد تركيزي على الدور الهام لجمهورية كازاخستان في تسوية الأزمة السورية، وطبعا منصة المفاوضات التي قدمتها أستانا فريدة، تعطي المجال لتبادل الآراء والبحث عن حلول بديلة. لذا نعبر عن جزيل شكرنا لرئيس كازاخستان نورسلطان نازلبايف على هذه الفرصة لإجراء هذه المفاوضات وعلى حسن ضيافته، وشكرا لكم، وتفضلوا بطرح الأسئلة. ريا نوفستي، هناك أخبار أن من مصاعب التفاوض على مناطق خفض النساء هو نشر قوات الرصد في منطقة إدلب، فكيف اتفقتم؟ من سيتابع هذه المناطق؟ وهل توصلتم إلى توافق حولها؟ لا يمكن أن أقول أن هذه المسألة أثارت الخلافات. كان لدينا موقف موحد طورناه قبل المشاورات أمس واليوم، أن في منطقة إدلب على خط التماس المحدد ستنتشر وحدات المراقبين من الدول الضامنة الثلاثة جميعها، أي من روسيا وإيران وتركيا. ولذلك فالآلية والنقاط ستحدد حسب التوافق أو حسب التنسيق بين البلاد الضامنة الثلاثة خلال تنفيذ الاتفاق على الأرض. آرتي سرجون هدايا، ما ذكرته حول لجان المصالحة الوطنية، أعتقد أن حاليا يتابع سوريون كثيرون هذا المؤتمر، فيحبون أن يعرفوا كيف ستعمل وماذا ستكون مهامها وما هي مسؤولياتها. لا أحب أن أفصل في هذا اليوم، لأن هذه المسألة تحتاج إلى دراسة معمقة أولا من قبل زملائنا الطرفين الإيراني والتركي، اللذان طلبا فترة للدراسة حتى الاجتماع القادم، طلبوا زمنا لأنهم يحتاجونه لدراسة هذه المسألة بالتفصيل. مع أننا نرى أن إنشاء مثل هذه اللجان كما قلت أولا يهدف إلى تحسين البعد الإنساني، أي مساعدة القاطنين في هذه المناطق وحل أهم المشاكل اليومية
وتنفيذ أهم مهامها. أحب أن أقول أن على أرض الواقع في المناطق، هذه المناطق موجودة بالفعل، وهناك بدايات أو جذور لهذه اللجان. هناك ممثلو مجالس محلية يتواصلون مع ممثلي السلطات المركزية، وكمثال أبلغوني مؤخرا أن في غوطة الشرقية في كل صباح بين السادسة والسابعة صباحا تنطلق من غوطة الشرقية إلى دمشق أعداد من الحافلات مع الأطفال والطلاب ليتعلموا في مدارس دمشق وجامعاتها، وفي المساء بعد انتهاء اليوم الدراسي يعودون. أعتقد لو لم يكن هناك تنسيق بين ممثلي المعارضة في الغوطة الشرقية وممثلي السلطات المركزية لما أمكن التوصل إلى هذا. مثل هذه الاتفاقات تفيد الناس، ونحن ننطلق بأن علينا أن نتوصل إلى آليات تدعم الثقة بين الأطراف المتنازعة، ويجب تطويرها. وشكرا. سما تي في. المارديني فراس سما تي في. Скажите, пожалуйста, есть какие-то сроки؟ هل هناك أجل محدد للاتفاقات التي حدثت، وحول المرحلة القادمة، وما هي المرحلة في السنة القادمة؟ هل يمكن أن تحدد سؤالك؟ الاتفاق اليوم هل حدد له أجل معين، مثلا 6 أشهر، نصف سنة، سنة؟ وما هي المرحلة القادمة لجولة السنة القادمة؟ ذكرنا اليوم في البيان المشترك أن مناطق خفض التصعيد تنشأ لمدة 6 أشهر مع إمكانية تمديدها بالتنسيق مع بين الأطراف ل6 أشهر تالية وإلى آخره. نعتقد أنه قرار صائب تماما، ولكن 6 أشهر لمنطقة خفض التصعيد سنرى فيما بعد ما هي المسائل التي ستنهض أمامنا بعد 6 أشهر. فيحتمل أنها لن تعود موجودة بصفتها مناطق خفض التصعيد، ففي ذلك الوقت ربما تصل الأوضاع إلى قرارات محددة سياسية للتسوية السورية. إذن ألكسندر لافرنتيف متحدثا، رئيس الوفد الروسي، في محادثات أستانا، متحدثا عن مناطق خفض التصعيد والمنطقة الرابعة التي تم التوصل إليها ومحافظة إدلب. أيضا أعلن وزير الخارجية الكازاخي خيرات عبد الرحمنوف عن تشكيل مركز تنسيق ثلاثي إيراني روسي تركي لتجنب الأحداث في مناطق خفض التصعيد بسوريا. جاء ذلك في البيان المشترك للدول الضامنة في الجلسة الختامية لمحادثات أستانا. البيان أكد أن الوضع في سوريا منذ 8 أشهر تغير بشكل كبير، وبالتالي فإن من الضروري مواصلة مسار أستانا. ولفت إلى أن الدول الضامنة قررت عقد الاجتماع المقبل في نهاية شهر أكتوبر تشرين الأول. مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أعلن أن حكومات الدول الثلاثة الضامنة تركيا وإيران وروسيا معنية بالحفاظ على ما جاء في البيان لناحية الحفاظ على السيادة السورية ووحدة أراضيها والاستقلال السياسي لسوريا. وفي مؤتمر صحفي قال أن البيان هو امتحان لكل الجهات التي ما زالت تراهن على استخدام الإرهاب في سوريا. الدول الثلاث التي اتفقت على هذا البيان الختامي تطلق على نفسها اسم الدول الضامنة، بمعنى أن حكومات هذه الدول الثلاث هي الضامنة لتنفيذ هذا الاتفاق. طبعا كما استمعتم من السيد وزير خارجية كازاخستان، البيان يبدأ بالتزام الدول الضامنة بوحدة أراضي سوريا وسيادة سوريا واستقلالها. هذه ليست مجرد كلمات، هذه تعابير قانونية لها مدلولها السياسي على الأرض،
وبالتالي كل حكومة من الحكومات الثلاث التي وقعت على هذا الاتفاق معنية بتطبيق هذه الكلمات، يعني معنية بالحفاظ على السيادة السورية ووحدة الأراضي السورية والاستقلال السياسي لسوريا. وبالتالي هذا البيان كما هي حال بيان أستانا واحد كما تتذكر، والذي اعتمده مجلس الأمن بشكل رسمي في نيويورك، هذا البيان هو امتحان لكل الجهات التي ما زالت تراهن على استخدام الإرهاب في سوريا كسلاح سياسي للضغط على الحكومة السياسية السورية. من جهته قال نائب وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري إن إيران واثقة من قرب نهاية الأزمة السورية، وأعلن أنه تم اعتماد 4 وثائق تنظم المراقبة في مناطق خفض التصعيد. أنصاري وفي كلمة له أشار إلى أنه في أستانا تم فصل المجموعات الإرهابية عن المعارضة المسلحة التي تحاول أن تكون جزءا من الحل السياسي في سوريا. حسب وثائق المتفق عليها ضمن إطار مؤتمر أستانا، قد عملنا فرزا نهائيا ما بين المجموعات الإرهابية المتمثلة في داعش والنصرة والمجموعات المرتبطة بهذين التنظيمين الإرهابيين من المجموعات المسلحة التي تشارك في مؤتمر أستانا وتهاول أن تكون جزء من الحل السياسي في إطار أستانا وفي إطار جنيف. وكالة الأناضول التركية كانت قد أكدت التوصل إلى اتفاق في أستانا بشأن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية. ونقلت الوكالة عن مصادر أن المحادثات ستستمر بشأن القوات التي ستنتشر في إدلب. وكانت الخارجية الكازاخية قد أعلنت أن الأطراف المشاركين في المحادثات متفقون على تفعيل مناطق خفض التصعيد 4. معي مباشرة من دمشق حول هذا الموضوع الكاتب والباحث الأستاذ أسامة دنورة. أستاذ أسامة حياك الله بداية، وإذا سمحت لي أن أبدأ من كلام السيد الجعفري ممثل سوريا ورئيس وفد سوريا في أستانا. قال إن الدول الضامنة التزمت بوحدة أراضي سوريا وسيادتها واستقلالها. هل هنا من هذا الكلام يفهم أو من هذا الاتفاق يفهم أن مناطق خفض التصعيد أو التخوف من أن تتحول مناطق خفض التصعيد إلى إدارات ذاتية في المستقبل؟ طبعا هذا الاحتمال غير وارد، لا من حيث الموقف المشترك أو المتطابق ما بين الطرف السوري والإيراني والروسي، ولا من حيث المطالبات الإقليمية والدولية. أعتقد أن هذا الاحتمال أصبح وراء ظهورنا الآن. يعني تحول هذه المناطق المؤقتة الهدف منه إدارة العملية الميدانية لفصل المجموعات التي يمكن أن تكون ملتزمة بالمسار السياسي التي أشار إليها السيد لافرينتييف بأنها مجموعة بناءة، عن التنظيمات الإرهابية المذكور في القرار 2254 أنها لا يمكن أن تمنح ملاذا آمنا في سوريا، وهي كل من تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم جبهة النصرة الإرهابي، وكما ذكر القرار كل الهيئات والكيانات والأفراد المرتبطة بهذين التنظيمين. فإذا أن يتحول هذا الأمر إلى يعني أمر واقع طويل الأمد، هذا احتمال غير وارد، لا في منظور من ينفذه ولا يعني وارد إذا أراد أحد أن يحوله إلى هذا المنطق أن يتم القبول به. ولذلك فهي آلية لتحقيق فصل المجموعات الإرهابية عن تلك القابلة بمسار أستانا، وهذا الهدف يجب أن يتم تحقيقه خلال مدة هي مدة الاتفاق. طب هذا الموضوع أستاذ أسامة بتقديرك أنجز موضوع فصل الجماعات الإرهابية عن تلك الجماعات التي تريد أن تلتحق بالحل السياسي، هذا أنجز في أستانا؟ يبدو إلى حد بعيد بأن هناك تقدم في هذا المجال إلى يعني غير ما كانت عليه الصورة خلال الفترة السابقة. الالتزام التركي طبعا هو كما أشار الدكتور جعفري هو أساسي في هذا الموضوع، ومن المطلوب من الأتراك أن يؤثروا على المجموعات التي تتبع لهم لكي تحقق الانفصال الكامل عن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي. ويبدو أن مفاعيل هذا الضغط الدولي والتدخل الاستخباري أصبحت واضحة، يعني بالأمس وجدنا
أخبار أو أنباء تسريبات تتحدث عن بدء انشقاق مجموعات ومراكز قوى ضمن ما يسمى بهيئة تحرير الشام استباقا للجهد العسكري أو العمل العسكري الذي قد يتم في المستقبل القريب ضد مجموعة الجولاني كما تسميها هذه مراكز القوى داخل هيئة تحرير الشام تسميها عصابة الجولاني ومن لف لفيفهم. فإذا هناك تداخلات استخبارية هناك جهود سياسية للتمهيد لمرحلة العمل العسكري والفعل العسكري ضد مجموعة الجولاني بالتحديد وهذا يتوافق مع الأجواء السياسية التي تعتبر يعتبر الضامنون الثلاث هم الأساس فيها ويعتبر الموقف التركي الحقيقة مفتاحيا في هذا الموضوع. يعني إذا كان هناك مصداقية للتعهدات التركية فيجب أن نراها على أرض الواقع خلال الأشهر القادمة ولربما خلال الأسابيع القادمة في إطار فصل المجموعات الإرهابية وتحقيق الشروط اللازمة للمضي قدما في وقف إطلاق النار جزيلا. الخطوة الأولى في تنفيذ القرار 22. أستاذ أسامة دنور الكاتب والباحث السياسي كنت معنا مباشرة من دمشق. في السياق ذاته حصلت الميادين على ورقتين تحضيريتين لمؤتمر الرياض 2 المقرر انعقاده منتصف الشهر المقبل. في المعلومات فقد حالت الخلافات بين المشاركين في الإعداد للمؤتمر دون الخروج بورقة واحدة. وبحسب معلومات الميادين فقد تم تقديم الورقتين إلى القيادة السعودية لبحثهما والخروج بورقة تحضيرية واحدة. يعقد على أساسها مؤتمر الرياض. الورقة الأولى قدمها جور صبرة و تحصر عدد المشاركين ب 51 عضوا من بينهم 28 من الهيئة العليا. أما الورقة الثانية فقدمها حسن عبد العظيم وتضم 120 اسما للمشاركة في المؤتمر من بينهم 28 من الهيئة العليا. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان قد بحث مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون هاتفيا التعاون الروسي الأمريكي في سوريا. وفق الخارجية الروسية بحث وزير الخارجية الروسي والأمريكية فق التعاون لحل النزاع السوري مع التركيز على العمل المستقر لمناطق خفض التصعيد. إلى الميدان السوري حيث يواصل الجيش السوري وحلفائه عملياتهم في شرق دير الزور بعد سلسلة الإنجازات التي حققوها مؤخرا. قطع الجيش السوري وحلفائه طريق إمداد داعش بين دير الزور ومدينة الميادين بعد تحرير عدد من النقاط المطلة عليها. كما حرر الجيش وحلفائه البغيلية شمال دير الزور ووصلت قواته إلى ضفة الفرات الشرقية. إذن يتوسع الجيش السوري وحلفائه غربا وجنوبا في محيط دير الزور بعد تحرير عدد من النقاط المطلة عليها. التفاصيل مع سارة الحاف. أهلا بكم. يواصل الجيش السوري وحلفاؤه عملياتهم في محيط دير الزور ويتوسعون غربا وجنوبا كما يستعدون لعملية استعادة الأحياء الشرقية للمدينة وعبور النهر. التقدم استمر في جبل الثردة جنوب دير الزور وتمت استعادة تلة كروم الواقعة في آخر الجبل كما تمت السيطرة على نقاط حاكمة تطل على طريق دير الزور الميادين ليقطع الجيش السوري وحلفائه بذلك طريق إمداد داعش بين دير الزور ومدينة الميادين. وعلى الجهة الغربية أيضا تمكن الجيش وحلفائه من استعادة السيطرة على قرية البغيلية بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم داعش فيها وهذه القرية احتلها داعش في كانون الثاني يناير من العام الماضي وارتكب فيها مجزرة راح ضحيتها نحو 300 شخص من الأهالي. وحدات الجيش السوري والحلفاء كانت قد سيطرت كذلك على كتيبة ضامن الواقعة جنوب غرب المطار وعلى محطة الضخ الأولى للمياه في لم ريعية كما وصل الجيش إلى أطراف بلدة عياش ليصبح على بعد نحو كيلومترات قليلة عن مدخل دير الزور الغربي. هذا التقدم تزامن مع تغطية جوية عبر مشاركة واسعة للسلاح الجوي إلى جانب استهداف قوات البحرية الروسية نقاط التنظيم جنوب شرق دير الزور. إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن غواصتين تابعتين لها وجهتا ضربات صاروخية تحديدا 7 صواريخ كاليبر استهدفت مراكز القيادة والاتصال ومستودعات للسلاح تابعة لمسلحي داعش قرب دير الزور وأصابت أهدافها.
وبحسب وزارة الدفاع فإن الصواريخ أطلقت من مسافة ما بين 500 و 670 كيلومترا من تحت الماء في البحر المتوسط. عمليات فك الحصار عن مدينة دير الزور لعبت فيها مجموعات القتال الشعبية من أهالي ريف حلب الشرقي وريف الرقة دورا بارزا في محاربة داعش. شبان تطوعوا لقتال التنظيم بعد معاناة ذويهم في المناطق التي سيطر عليها التنظيم سنوات طويلة. هذا تقرير لمجد ليلى. الإقامة في مناطق سيطرة داعش تحمل في طياتها ظلما كبيرا يتعرض له المواطنون بشكل مستمر. عشرات القرى تخلصت من ظلم التنظيم وأخرى لا تزال تنتظر وصول الجيش السوري للتخلص من إرهابه. مئات الشبان من أهالي الرقة وريف حلب الشرقي تطوعوا في صفوف الجيش لقتال التنظيم واستعادة مناطقهم التي احتلها. مجموعات كان لها دور فاعل في معارك كسر الحصار عن مدينة دير الزور. نحن أبناء محافظة الرقة خرجنا لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. كنا نقاتل قبل ما نجي على ريف محافظة دير الزور، كنا نقاتل بريف حلب الشرقي بعد أن تم تحريره من تنظيم داعش الإرهابي وتم القضاء عليهم، والآن مهمتنا في ريف دير الزور وجئنا إلى هنا وتم تحرير حقل التيم من قبل القوات الرديفة للجيش العربي السوري. المجموعات القتالية من شباب الرقة وأرياف حلب نظمت من قبل قيادة الحملة التي وصلت إلى دير الزور. هدف كبير يحمله هؤلاء الشباب في التخلص من إرهاب داعش بعد معاناة أهاليهم واستباحته لحرمات القرى والبلدات التي سيطر عليها لسنوات. فالعديد من ذوي هؤلاء المقاتلين لا يزالون في أرياف الرقة ودير الزور تحت سيطرة التنظيم ينتظرون الخلاص من الإرهاب. اقتحمنا ووصلنا لعند حقول نفط الشولة وبعدها تابعنا إلى حقول نفط التيم وبعدها إلى محافظة دير الزور. المجموعات الرديفة للجيش كان لها دور فاعل في عمليات الأرياف في مواجهة داعش. خبرات جغرافية يعرفها أبناء هذه المناطق بشكل جيد، فضلا عن معرفة إضافية لبنية داعش داخل مناطقهم وتوزع مراكز ثقله ونقاطه الأساسية، خبرة استفاد منها الجيش في ضرب التنظيم وإضعافه. المعركة ضد داعش ليست معركة تقتصر على منطقة جغرافية أو بلدة بعينها، بل هي معركة عامة للتخلص من براثن تنظيم عصف بقرى وبلدات هؤلاء الشباب وبذويهم. هي معركة باتت في خواتيمها مع وصول الجيش إلى دير الزور وأريافه وكسر الحصار عن هذه المدينة والتمدد باتجاه مراكز ثقل هذا التنظيم. مجد ليلى، دير الزور، لقناة الميادين. هيئة تحرير الشام تتصدع بانشقاق فصائل رئيسها، فماذا بعد إعلان جيش الأحرار انشقاقه عنها؟ هذا تقرير لديما نصيف. أبو صالح طحان قائد جيش الأحرار في آخر صورة له مع الجولاني من معارك ريف حماة وقبل أن ينهي المساكنة سريعا مع هيئة تحرير الشام. أكبر وجوه القاعدة وأحد أبرز مؤسسي حركة أحرار الشام انشق مع 3000 مقاتل ليحرم الهيئة من ثاني أكبر فصيل فيها. التسريبات الصوتية التي كشفت عن مؤامرات الجولاني لتصفية الفصائل أشعلت الاشتباك السياسي في قلب الهيئة. التيار المعادي للجولاني تضخم في هيئة تحرير الشام مع تصفية النصرة لأحرار الشام في إدلب والفصائل الأخوانية كفيلق الشام والفرقة 13 وغيرها. نور الدين الزنكي انشقت عنها قبل شهرين مع 7000 مقاتل. نزيف الانشقاقات طال الشرعيين المحيسني والعلياني اللذين أفتيا سابقا بوجوب الاندماج مع النصرة وتغليب الجناح القاعدي في الجسم العسكري للهيئة. الجولاني وحيدا يدفع فواتير طموحاته للاستئثار بإمارة إدلب والقرار الإقليمي بعزله. الجولاني في ورطة أيضا، الفصائل التي أيدته سابقا في تنظيم تحالفاته والإعداد للمواجهة تركته معزولا في الميدان. ارتدادات هزيمة حلب حسمت خيارات الفصائل بعد أن تخلت عنها أنقرة التي ساومت موسكو على معبر لمسلحي من تبقى فيها وانضمام الكثيرين لدرع الفرات وتركت النصرة لمصيرها المحتوم.
ليست أنقرة وحدها من تخلى عن الجولاني. واشنطن التي حمته مطولا من قصف طائراتها قتلت عشرات قيادات الصف الأول في النصرة. اللائحة افتتحت مع أبو عمر التركستاني وعشرات القيادات الأخرى. أبو محمد الجولاني لم تفرغ ميمنته من أبو الفرج المصري فحسب. الغارات أفرغت ميسرة وميمنة الجولاني من قادة النصرة الأجانب، بدءا بأبي الأفغان فأبي جعفر فأبي أنس، تقاسموا كنية المصري والغارات التي قتلتهم. الاشتباك السياسي قد يتحول بسرعة وبقرار إقليمي إلى اشتباك عسكري بين أخوة الجهاد، ولن تتمكن النصرة من منع قيام حلف ضدها تقوده تركيا بالتفاهم مع الروس والإيرانيين من أجل ضم إدلب إلى اتفاق خفض التصعيد يجري النقاش حوله في أستانا، وقد تشارك فيه قوات تركية لمراقبة خطوط تماسه. ديما نصيف، دمشق، الميادين. وفي سياق متصل، ومع اعلان الجيش الاسرائيلي انتهاء مناوره الفيلق الشمالي وتشكيك مراقبين في امكانيه تحقيق اهدافها، كشفت وسائل اعلام اسرائيليه عن فشل اسرائيلي في انتزاع تعهد روسي امريكي بابعاد الايرانيين 60 كيلومترا عن الحدود مع الجولان المحتل. هذا تقرير لمنال اسماعيل. بعد 11 يوما من التدريبات انهى الجيش الاسرائيلي مناوره الفيلق الشمالي الكبرى نور هدجان، وسط تشكيك واسع من قبل المعلقين العسكريين والخبراء في إسرائيل في إمكانية تحقيق أهدافها، أي هزم حزب الله. مناورة الفيلق هذه تهدف إلى هزيمة حزب الله، والسؤال هل يمكن هزيمة منظمة كحزب الله وماذا تعني هزيمته؟ وعندما سألت قادة المناورة الإجابة لم تكن قاطعة. وعلى وقع التساؤلات حول نجاح المناورة في تحقيق أهدافها، ظهرت خشية فشل إسرائيل في الحصول من روسيا على مطالبها بشأن حضور إيران وحزب الله في جنوب سوريا. بالرغم من طلب إسرائيل إبعاد القوات الإيرانية إلى شرق طريق دمشق السويداء، إلا أن الروس هم حتى الآن غير مستعدين للقبول بهذا الطلب، وأقصى ما يمكن القبول به 5 كيلومترات من خط المواجهة في الجولان. فشل كبير لإسرائيل التي طالبت بإبعاد الإيرانيين عن حدودها في سوريا إلى 60 كيلومترا، فحصلت من روسيا والولايات المتحدة فقط على 5 كيلومترات. مراقبون رأوا أن رد الطلب الإسرائيلي هذا يعكس أيضا فشل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في إقناع بوتين بكبح إيران في سوريا. برأي نتنياهو لم ينجح في لقائه الأخير مع بوتين في سوتشي في إقناعه بإبعاد الإيرانيين عن الحدود 20 كيلومترا. الوضع الحالي في سوريا يعمل برأي معلقين في غير مصلحة إسرائيل، وإذا ما استمرت التطورات هناك على النحو الذي هي عليه فإنه على إسرائيل وفقا لهم العمل على إيجاد وسيلة للنزول عن الجدار الذي تسلقته. إلى العراق، حيث يصوت برلمان كردستان العراق اليوم على مسألة الاستفتاء في استقلال الإقليم المرتقب في 25 من الشهر الجاري، وسط رفض داخلي ودولي واسع لهذا الاستفتاء. ومن المتوقع أن يجتمع البرلمان والذي علقت مهماته منذ أكثر من عامين في وقت لاحق اليوم ليصوت أعضاؤه على عملية الاستفتاء. إلى هذا، قال ممثل الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي بقيادة واشنطن بريت ماكورغ أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لن يدعم استفتاء إقليم كردستان، وقد جرى تقديم البديل خلال اجتماع مع رئيس الإقليم. ماكورغ أوضح أن البديل يكمن في ضرورة التفاوض بين أربيل وبغداد لحل المشاكل، مشيرا إلى ضرورة عدم حدوث كارثة والتركيز على قتال داعش، وأضاف أن الاستفتاء يجب أن يحظى بشرعية دولية، لافتا إلى أنه إذا أجري فسيجلب معه العديد من المشاكل. معي من بغداد مراسل الميادين عبد الله بدران. عبد الله، ماذا عن تصويت برلمان كردستان العراق اليوم على مسألة الاستفتاء في الإقليم؟ نعم كمال، من المفترض أن تعقد هذه الجلسة بالفعل اليوم عند الساعة 7 من مساء هذا اليوم في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. تأكد أن الاجتماعات الثنائية والتي عقدها الاتحاد الوطني الكردستاني والجماعة الإسلامية وكذلك الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير لم يتم التوصل من خلالها إلى توافق بين المكونات الرئيسة لإقليم برلمان إقليم كردستان العراق من أجل أن تعقد هذه الجلسة. تأكد عدم حضور رئيس البرلمان يوسف محمد وهو من حركة التغيير الكردية،
وبالتالي مقاطعة من الجماعة الإسلامية. نتحدث عن 30 مقعدا لحركة التغيير وقرابة 6 مقاعد، لكن لم يتأكد إن كانت كل نواب حركة التغيير الكردية لا يحضروا هذه الجلسة التي من المفترض أن تحمل في بنودها الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق عن العراق. السبب الرئيس لاعتراض من سيقاطع جلسة اليوم كمال هو عدم الاتفاق على جدول أعمال هذه الجلسة. هذا هو السياق القانوني الذي من خلاله أبدى المعترضون عدم حضورهم لهذه الجلسة. ستعقد الجلسة وفق التوقعات كمال برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وهي طبعا بناء على طلب نائب رئيس برلمان إقليم كردستان العراق والذي هو عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم بشار برزاني. شكرا جزيلا لك عبد الله بدران مراسل ميادين، كنت معنا مباشرة من بغداد. إلى الشأن اليمني، حيث برز رد الناطق باسم أنصار الله محمد عبد السلام على وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش الذي كان قد استخدم عبارة الحمقى، فقال له أن الأحمق هو من بدأ بشن عدوان تجاوز 900 يوم من الجرائم والحصار ومستمر في حماقته، وهو ما لن يمر من دون رد مشروع. وتوجه عبد السلام عبر حسابه على تويتر إلى قرقاش قائلا: أنتم أكثر هشاشة من مدنكم الزجاجية، وأن من تسميه ملك الحزم غارق في بحر من الأزمات والحروب، وأن الشعب في جزيرة العرب بات يرفع صوته على غير العادة رغم التسلط وقمع الكلمة الحرة. وسأل عبد السلام قرقاش قائلا: إذا كانت تهديداتنا لا تخيفكم فلماذا رفعت عقيرتك رعبا من الآتي؟ وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش كان قد قال أن تهديدات زعيم حركة أنصار الله لا تخيف بلاده. قرقاش رأى أن تصريحات الحوثي التي تهدد وتستهدف الإمارات وعاصمتها دليل مادي ثابت على ضرورة عملية عاصفة الحزم، مشيرا إلى أن ما سماها ميليشيات إيران أهدافها خسيسة وخطرها حقيقي. زعيم حركة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي كان قد كشف أنه بات لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية القدرة الصاروخية على استهداف العاصمة الإماراتية أبوظبي. الحوثي أعلن نجاح تجربة استهداف أبوظبي ووصول الصواريخ إلى الصاروخ إلى هدفه. في هذا الشهر الهجري نفسه تمكنت القوة الصاروخية من القيام بتجربة مهمة، وهي القصف بصاروخ يصل مداه إلى منطقة أبو ظبي في الإمارات. هذا حدث في هذا الشهر الهجري في 8 منه. تمكنت القوة الصاروخية بالقيام بهذه التجربة، وكانت تجربة ناجحة، والعمل جار على قدم وساق إن شاء الله لأن يصبح هناك إمكانية للقيام بعمليات قصف هادفة ومركزة على أهداف مهمة جدا في الإمارات العربية. ينضم إلينا من صنعاء الناطق الرسمي باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام. حياك الله سيد محمد عبد السلام، وأبدأ معك من هذا الرد العنيف لحضرتك على تويتر على ما قاله وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، والذي تم متابعته بشكل كبير على تويتر. ما الذي استدعى منكم مثل هذا الرد العنيف عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا بك أخي الكريم والمشاهدين الكرام. بلا شك نحن على ما يقارب 3 أعوام، والشعب اليمني المستضعف الذي يستضعفه مثل هؤلاء الأعراب الذين لا يعرفون أي معنى للغة الاحترام وحسن الجوار. تعلم الآن أن الإمارات العربية المتحدة تسعى للهيمنة والسيطرة على جزر يمنية، وبدأت بإنشاء شبكات اتصالات محلية، بل بدأت فوق ذلك إلى أن تجعل من الممرات الدولية الهامة والجزر الاستراتيجية والمطارات والمواقع العسكرية مكانات كأنك في الإمارات العربية المتحدة وليس في أرض الجمهورية اليمنية حتى في تعاطيهم مع المرتزقة. هؤلاء ماذا يريدون من الاعتداء على الشعب اليمني؟ ماذا يريدون من الهيمنة في جنوب الوطن؟ هؤلاء يسرحون ويمرحون يوميا في قتل المواطن والإنسان اليمني نساء وأطفالا ورجالا، ثم في الأخير لا يريد أن تدافع عن نفسك ويدعي بأنك أن هذه ما يسميها بعاصفة الحزم جاءت لتواجه هذه التهديدات، ونحن على مدى 3 أعوام يقتلك ثم لا يريد أن تدافع عن نفسك، وإذا دافعت فأنت إيراني. هذا منتهى الحماقة والإسفاف والسطحية. ولهذا نحن نؤكد أن ما قبل 8 من ذي الحجة في التجربة الصاروخية التي وصلت إلى أبو ظبي بالتأكيد لن يكون كما بعد.
وأن عليهم أن ينتظروا المزيد، ليس عملا عسكريا فحسب بل أعمال أكثر، بالتالي الرد الطبيعي والاعتبار الشرعي على هذه القطرسة. هم يظنون أنهم يملكون المال، وإذا امتلكوا المال سيستبيح الأرض اليمنية ويستبيح العرض والإنسان والشرف والكرامة، هذا غير مقبول. وعليهم أن يدركوا أن الشعب اليمني شعب ذات حضارة ضاربة في التاريخ، وإنسان يحترم نفسه ويحترم جواره، فلماذا العدوان على اليمن؟ طيب سيدة محمد عبد السلام، من أشكل نعم الإعلان عن وصول صواريخ حركة أنصار الله إلى أبو ظبي، إعلان جاء على لسان زعيم الحركة سيد عبد الملك الحوثي شخصيا، لكن هل فعلا ستنفذون؟ هل ستقصف أبو ظبي فعلا بهذه الصواريخ؟ هم يعرفون الإماراتيون قبل غيرهم ماذا حصل لهم في صافر وفي مارب، ماذا حصل لهم في معسكر بحر المندب، ماذا حصل لهم في جزيرة أيضا في جزيرة ميون. الكثير من قياداتهم ضباطهم عادوا جثامين مصندقة إلى الإمارات. نحن نقول ونفعل متوكلين أولا على الله سبحانه وتعالى وعلى المظلومية والعدوان الذي علينا، ونحن لا مصلحة لدينا أن نقول ثم لا نفعل. تعلم الآن أن الصواريخ وصلت إلى ينبع إلى ما بعد الرياض والآن إلى أبو ظبي في حالة متسرعة، ونحن في حصار ضاحم وغاشم وبإمكانيات عادية جدا وبسيطة، وهم يمتلكون الدعم الأمريكي والدعم الصهيوني الحقيقي للحفاظ على ممالكهم التي هي أشبه ما يكون بقصور من الزجاج، لا تمتلك أي حضارة ولا تمتلك أي مشروعية. بالتأكيد نحن سنرد بنفسنا الطويل، نحن معتدى على نفس الأخير، لا نملك خيار إلا الدفاع، والدفاع مشروع ومقدس. أن نرد بالصواريخ وأن نرد بالقتال وأن نرد حتى بأي أعمال كانت مشروعة ومحدة في رد عدوان غاشم. ما هو الذي جاء بهم إلى اليمن؟ يقولون أنهم يحاربون إيران، هذه أكذوبة. الوطن العربي قد مل منها، هم اليوم يستهدفون كثير من المناطق لديهم الآن ماذا تعمل الإمارات في المهرة؟ ما هي مشكلتها مع سلطنة عمان؟ مشكلة الآن مع قطر، مشكلة في ليبيا، ليست المسألة حتى في اليمن. هؤلاء أدوات المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، ويجعلون من إيران عنوان فقط، وإلا فهم ليسوا في وارد أن يواجهوا تحديا لأنه يستهدف وجودهم الطبيعي. نعم. ولهذا نحن من حقنا أن ندافع عن أنفسنا، وهذا حق مشروع ومكفول. شكرا جزيلا لك سيد محمد عبد السلام الناطق الرسمي باسم حركة أنصار الله، كنت معنا مباشرة من صنعاء. وفي جديد المسألة الخليجية، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني استعداد بلاده للجلوس إلى طاولة التفاوض لمحاولة إنهاء الأزمة. وفي مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، شكر بن حمد برلين على جهودها من أجل حل الأزمة، فيما أعربت ميركل عن قلقها من عدم التوصل إلى حل للأزمة، مضيفة أنها تدعم جهود الوساطة من قبل الكويت والولايات المتحدة لإنهاء الأزمة. كنا نتحدث على الأزمة اللي موجودة في الخليج بين قطر وبين الجيران، وكما تعلمون احنا الآن أكثر من 100 يوم من الحصار على دولة قطر، وتحدثنا عن استعداد قطر للجلوس على الطاولة لحل هذه القضية. قال مدير قسم مكافحة الإرهاب في شرطة لندن أن التفجير في مترو الأنفاق نفذ باستخدام عبوة ناسفة، وأفاد مراسلنا بأن القوات الأمنية تواصل عملياتها بحثا عن المهاجم الذي وضع العبوة. وأكدت الشرطة إصابة عدد من الأشخاص في الهجوم. وسائل إعلام بريطانية كانت قد تحدثت عن انفجار حاوية بيضاء في مترو الأنفاق. وفي فرنسا أعلنت الشرطة أن رجلا مسلحا بسكين حاول اليوم مهاجمة جندي وسط باريس من دون وقوع إصابات. وقال مصدر في الشرطة أن عناصر التحقيق الأولية أشارت إلى أن الرجل هتف الله أكبر قبل أن يهاجم العسكري الذي تمكن من السيطرة عليه بسرعة في محطة مترو شاتيليه، ولم تعلن حتى الآن هوية المهاجم. إلى ذلك، أعلنت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس باري نجاح القوات الأمنية في اعتقال رجل يحمل سكينا بعدما هاجم شرطيا فرنسيا في دورية من دوريات عملية سنتينيال لمكافحة الإرهاب التي بدأت منذ عام 2015.
هذه العملية تؤمن وتردع وتحمي. نحافظ على هذه الأهداف الثلاثة وسنؤكد ارتفاع مستوى كفاءة هذه العملية. هذا ما التزمنا القيام به مع وزير الداخلية من اليوم فصاعدا، إذ أن العملية الجديدة باتت سارية المفعول. قال الرئيس الكوري الجنوبي أن الحوار مع بيونغ يانغ مستحيل في وضع كهذا. كلامه عقب اتهام واشنطن وسول وطوكيو لكوريا الشمالية بإجراء تجربة صاروخية جديدة. وأعلن الجيش الأمريكي أن الصاروخ مر فوق شمال اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ. هذا ويعقد مجلس الأمن اليوم جلسة طارئة في هذا الشأن. والآن إلى أخبار الاقتصاد مع زميلتي لسار كرم. تفضلي لسار. شكرا لك كمال. أهلا بكم. تخطط وزارة البترول المصرية لإقامة مجمع متكامل للتكرير والبتروكيميائيات في المنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار بالتعاون مع شركة تويوتا تسوشو اليابانية. المجمع الذي يجري تطويره بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيميائيات سينتج نحو 3.5 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية ونحو 1 مليون طن من المنتجات البتروكيميائية. رحب وزير المالية الألماني وولفغانغ شاوبلي بمبادرة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لتطبيق عملة اليورو في كل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، مؤكدا في الوقت نفسه على الشروط الاقتصادية التي يتعين تحقيقها للدخول إلى الاتحاد النقدي. تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر منصوص عليه في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء كافة باستثناء بريطانيا والدنمارك، إلى أن هذا الأمر يواجه انتقادات بسبب الضعف الاقتصادي لدول في الاتحاد الأوروبي مثل بلغاريا ورومانيا، كما لا ترغب بعض الدول في تطبيق عملة اليورو لديها. كشف البنك المركزي التركي أن عجز ميزان المعاملات الجارية للبلاد ارتفع إلى 5.121 مليار دولار في تموز يوليو، ما يعكس التوقعات. توقعات أشارت إلى أن العجز المقدر يبلغ 5.271 مليار دولار في حزيران يونيو، فيما بلغ عجز المعاملات الجارية 3.800 مليار دولار العام الماضي. توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة تلامس 7% هذا العام، بينما تكثف البلاد جهودها في دفع إصلاحها الهيكلي إلى الأمام، وأكدت أن هذا التوقع القوي يتمثل في انتعاش الطلب العالمي على المنتجات الصينية ودعم السياسات المؤاتية من جانب الحكومة الصينية. نتوقع أن يصل النمو الصيني إلى 6.7%، وهو أقل من معدل العام الماضي بقليل. لكن عندما ننظر إلى بقية العالم في هذه اللحظة، نرى أن المسار إلى تحسن، وهناك زخم لتحقيق انتعاش، ومن المرجح أن يرتفع الطلب الموجه إلى الصين. وإذا نظرنا إلى السياسات التي تنتهجها السلطات الصينية، فإنها ستدعم النمو أيضا. تراجعت استثمارات الصين غير المالية في الخارج بنسبة لمست 42% على أساس سنوي في الفترة الممتدة من كانون الثاني يناير إلى أب أغسطس الماضي، لتصل إلى 68.720 مليار دولار. وزارة التجارة الصينية قالت إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين تراجعت 2% في الفترة نفسها إلى نحو 84 مليار دولار. وشنت بكين حملة على بعض صفقات الاستحواذ الأجنبية لكبح نزوح رؤوس الأموال المضاربة الذي ضغط على العملة الصينية اليوان. كشف الرئيس المكسيكي إنريكي نيتو أن بلاده قبلت عرضا من إسرائيل لمساعدتها في تنمية أمريكا الوسطى. وأثناء مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال نيتو أن البلدين اتفقا على تحديث اتفاقياتهما التجارية أو للتجارة الحرة. نتنياهو عقب على زيارته إلى دول أمريكا اللاتينية بالقول إن هذه الدول تضم نحو 250 مليار إنسان وتملك اقتصادات ضخمة كلها متعطشة للتكنولوجيا الإسرائيلية، وصفا الجولة بأنها دبلوماسية اقتصادية وعسكرية تؤدي إلى قوة سياسية تحول إسرائيل إلى قوة صاعدة على الساحة الدولية.
وزير الخزانة الأمريكية ستيفن مينوتشين في دائرة الضوء بعد تقارير صحفية تفيد بأنه طلب استخدام طائرة عسكرية هذا الصيف لقضاء شهر العسل مع زوجته في أوروبا. مينوتشين نفى الأمر بالقول إن الهدف كان الحفاظ على تواصل آمن مع واشنطن لمتابعة مسائل حساسة متعلقة بالأمن القومي الأمريكي، إلا أنه سحب الطلب عندما توفر البديل. نفقات تشغيل الطائرة التابعة لسلاح الجو الأمريكي تبلغ 25 ألف دولار في الساعة الواحدة. بهذا نختم الموجز الاقتصادي ونعود من جديد إليك كمال. اليسار، شكرا جزيلا لك. في نافذة مدينة نتوقف عند صناعة الخزف والزجاج، إحدى أقدم الصناعات في الخليل التي باتت مرتبطة بتاريخ المدينة وتراثها. هذه الصناعات تصدر إلى مختلف الأسواق في العالم، وقد توج إبداع الحرفيين بالاعتراف بالخليل كمدينة حرفية عالمية في العام الماضي. ماهرة وأجساد تتحمل لهيب الأفران، تصنع المصابيح والأكواب والصحون الزجاجية بألوان ورسوم تغري الزائر إلى الخليل لتتمتع بأجمل أنواع الخزف والزجاج الذي بات جزءا من هوية المدينة وتراثها الثقافي. هذه المهنة أخذت شهرة خاصة في فلسطين وعلى وجه الخصوص أيضا في مدينة الخليل، مما أنه دفع أنه إجا فريق من لجنة التراث العالمية وعملوا دراسة عن الحرف في مدينة الخليل، ووجدوا أنه صناعة الزجاج والخزف تستحق أنه تدخل مجلس الحرف العالمي لعام 2016. صناعة الخزف والزجاج واحدة من حرف عديدة اشتهرت بها الخليل ولا تزال تصنع يدوياً وبالطرق التقليدية، فالخزف يعجن ويشوى في الفرن ثم يرش بماء الزجاج. الخزف احنا بنجيبه عن طريق قوالب من الطينة، هاي القوالب بنشكلها عن طريق الدواليب والمكابس، هاي بنسميها مرحلة البيسك لما تكون القطعة طينة. كلمة بيسك جاي من كلمة بسكويت، انه القطعة بتكون هشة قابلة للكسر. لما تجهز القطعة بنشويها بالفرن الكهربائي على درجة حرارة 1000 مئوية. اما الزجاج فيعاد صهر القديم منه ويوضع في الافران بدرجات حرارة تزيد على 1000. كنا بالسابق نصنعها من الرمل صناعة الزجاج، أما حاليا في الأناني المكسرة بعون الكولا والعصير، فبنجيبها بنحطها بنسهرها بالفرن على درجة حرارة 1000 مئوية، وبعدين في اللون المطلوب بنحطه في داخل الفرن. وتعود صناعة الخزف والزجاج في الخليل إلى أكثر من 500 عام. من يرى هذه الأواني الخزفية يدرك تماماً أنها صنعت بالخليل على أيدي فنانين مهرة أتقنوا صنعتهم وأوصلوها إلى العالمية لتكون مدينتهم الخليل مدينة حرفية على مستوى العالم. نسر سلمي، الخليل، الميادين. والآن إلى فقرة الرياضة وزميلي محمد الجرادي، تفضل محمد. شكرا كمال. أهلا بكم. حجزت تونس مقعدها في نصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة التي تستضيفها بالمشاركة مع السنغال بفوزها على الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي. أصحاب الأرض لم يجدوا صعوبة كبيرة في تخطي عقبة الكونغو، فأنهوا المباراة ب 81 نقطة ل 60. المباراة شهدت تألقا لافتا لنجم المنتخب مكرم بن رمضان الذي سجل 22 نقطة مع 14 متابعة وثلاث مرارات حاسمة.
بدورها نجحت المغرب في التأهل للمرة الأولى إلى نصف النهائي منذ العام 80 بفوزها على مصر في قاعة رادس ب 66 نقطة ل 62 في مباراة عربية خالصة. ضربت المغرب موعدا مع تونس صاحبة الضيافة في كلاسيكو مغاربي قوي. في بطولة أوروبا لكرة السلة حجزت سلوفينيا منتخب إسبانيا من لقبها وحرمت بل تأهلت إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخها لمواجهة الفائز من مباراة روسيا وصربيا في نصف النهائي الثاني. إسبانيا سقطت للمرة الأولى في البطولة التي تستضيفها إسطنبول. قطار الماتادور توقف عند المحطة السلوفينية بعد الخسارة ب 92 نقطة ل 72. بعد حسمه التأهل إلى المونديال، الاتحاد السعودي لكرة القدم يتعاقد مع الأرجنتيني إدغاردو باوسا للإشراف على تدريب المنتخب الوطني خلفا للهولندي بيرد فان مارفينغ. ومع تولي باوسا دفة الأخضر يصبح ثالث مدرب أرجنتيني يشرف على المنتخب السعودي بعد خورخي سولاري وجابرييل كالدرون. كان فان مارفينغ غادر أسوار المنتخب الخليجي بعد انتهاء عقده من دون التوصل إلى اتفاق جديد. تقليدا لذكرى الهولندي الطائر، وضع برشلونة حجر الأساس لملعب جديد يحمل اسم يوهان كرويف على أن يتم تشييده في مدينة سان خوان ديرسبيل الرياضية. مشروع النادي الكتالوني قد يبصر النور نهاية عام 2018 وفق الخطة التي وضعتها الإدارة. وبوضع اللبنة الأولى لهذا الاستاد يقطع برشلونة خطوة من أجل إعادة تصميم منشأته الرياضية التي تنتهي بتشييد مشروع سباي بارسا. المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ينتقد بول بوغبا بعد إصابته خلال مواجهة بازل في دوري الأبطال وتأكيد ابتعاده عن الملاعب شهرا على الأقل. مدرب مانشستر يونايتد كشف أن بوغبا لم يلتزم بالتعليمات الطبية ما تسبب في تكرار إصابته في الأوتار. تقارير صحفية إنجليزية تحدثت عن الإصابة نفسها التي تعرض لها النجم الفرنسي في الموسم الماضي. بعد تفاقم خلافاته مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بات النجم الألماني توماس ميلر يرغب في الخروج من بايرن ميونخ والتوجه نحو الدوري الإنجليزي الممتاز. أندية عديدة أبدت اهتمامها في التعاقد مع ميلر، وعلى رأسهم مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وليفربول. ومصادر مقربة من النجم الألماني كشفت لبعض الصحف الإنجليزية رغبة اللاعب في الانتقال إلى البريمير ليج. مفاجأة من العيار الثقيل فجرها خورخي وولسترمان البوليفي بعد اكتساحه ضيفه ريفر بليت الأرجنتيني بثلاثية في ذهاب ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس. جميع التوقعات صبت في صالح الضيوف، إلا أن الفريق البوليفي فرض إيقاعه منذ البداية مستغلا حماسة جماهيره، فافتتح إدواردو زانتينو التسجيل في الدقيقة الخامسة. أصحاب الأرض استفادوا انجراف ريفر بليت نحو الهجوم إدراك التعادل، فاستثمروا المساحات وأضافوا الثاني عبر جيلبرت ألفاريس قبل أن يطلق ماتشادو رصاصة الرحمة بإحرازه الهدف الثالث. ليبرتاد الكولومبي يقطع تذكرة العبور إلى نصف نهائي كوبا سود أمريكانا بتعادله خارج أرضه أمام سانتا في الباراغواياني بهدف لمثله. وكان ليبرتاد فاز في ذهاب ربع النهائي بهدف من دون مقابل، فحسم تأهله إلى المربع الذهبي لمواجهة الفائز في مباراة كورينثيانز البرازيلي وريسينج الأرجنتيني. الفريق الكولومبي حسم تأهله من الشوط الأول بتقدمه بهدف باردوزو. أصحاب الأرض أضاعوا فرصة تعديل النتيجة بعد إهدارهم ركلة جزاء من حارس المرمى ليدركوا التعادل بعد دقيقتين على نهاية عبر ويليام كاسيلو. بعد ساعات على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق اليابان، أكدت اللجنة الأولمبية الدولية بقاء دورة الألعاب الشتوية عام 2018 في بيونغشانغ الكورية الجنوبية بالرغم من التوتر الأمني والسياسي في شبه الجزيرة الكورية. المتحدث باسم اللجنة الأولمبية مارك آدامز أقر بعدم وجود خطة بديلة لسحب التنظيم من كوريا الجنوبية، وأعرب عن ثقته بتنظيم الدورة بشكل مثالي من دون حدوث أي مشاكل، على الرغم من ابتعاد مدينة بيونغشانغ 211 ميلا فقط عن الحدود مع كوريا الشمالية. كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية، نشكر لكم حسن المتابعة. أعود إليك كمال مجددا. محمد شكرا جزيلا لك. الظهيرة انتهت، في ختامها تذكير بالعناوين. هذا البيان هو امتحان لكل الجهات. اتفاق روسي إيراني تركي بشأن حدود منطقة عدم التصعيد في إدلب السورية، والدول الضامنة لعملية أستانا تعتزم نشر قواتها في مناطق خفض التصعيد. برلمان كردستان العراقي يصوت اليوم على استفتاء استقلال الإقليم مع اتساع رقعة الرفض الداخلي والدولي له.
مناطق باسم أنصار الله ردا على قرقاش: عدوانكم لن يمر من دون رد، وأنتم أكثر هشاشة من مدنكم الزجاجية. استعداد قطر للجلوس على الطاولة لحل هذه القضية. أمير قطر يؤكد من برلين الاستعداد للتفاوض حول الأزمة الخليجية والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. إصابة بانفجار عبوة ناسفة في مترو أنفاق في لندن، واعتقال مسلح بسكين هاجم جنديا في باريس وسط تشديد للإجراءات الأمنية. وفي نافذة مدينة صناعة الخزف والزجاج إبداع بهوية محلية يتوج الخليل مدينة حرفية عالمية. لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.